طبابة ألف العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا فيكم ومساكم الله بالخير، سعد الله مساكم مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية في كل مكان. معكم سحر عبد الله، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج طبابة ألف. بالعادة يكون طبعا معاكم مع زميلتي سامية البيروتي في إجازة هذا الأسبوع، حكون إن شاء الله معاكم في كل حلقات الأسبوع هذا من الساعة 1 إلى الساعة 2. طبعا هذه الحلقة مستمعينا حلقة يوم الأحد بداية الأسبوع، إن شاء الله يكون أسبوع جميل عليكم جميعا كل مستمعينا في كل مكان، برعاية مجمع عيادات عيادتي ماي كلينيك. ماي كلينيك مستمعينا عيادتي موجودة في جدة في المحمدية شارع الأمير سلطان، بالنسبة للرقم الموحد 900-222-811. طيب اليوم موضوعنا مستمعين راح نتكلم عن تأخر الحمل، وحنتكلم عن أطفال الأنابيب، لكن في سؤال لليوم عشان في جوائز، في عندنا 5 جوائز مقدمة من قسم المرأة في عيادتي، والسؤال يقول هل الراحة التامة بعد إرجاع الأجنة بتزيد فرصة الحمل، نعم أو لا؟ تجاوب بنعم أو لا واسمك والمدينة اللي انت منها على الاستيسي 85-1040، موبايلي 66-3-1، وزين 70-13-13. كمان اللي حاب يستفسر ويسأل أي سؤال بخصوص موضوعنا لليوم خلال الساعة هذه كمان على نفس الأرقام راح أعيد عليها، أعيدها عليكم من جديد، استيسي 85-1040، موبايلي 66-3-1، وزين 70-13-13. طيب نرحب بضيفتنا معنا اليوم الدكتورة شذى وقاص، استشارية نساء وولادة وتخصص عقم وأطفال أنابيب في عيادتي. أهلا وسهلا فيك دكتورة شذى، منورتنا. أهلين سحر، كيفك؟ الحمد لله تمام. طبعا اليوم أول يعني أول حلقة أول لقاء لك معنا في الإذاعة دكتورة شذى، يعطيك العافية وشكرا لتواجدك معنا في هذه الحلقة المميزة. ونبدأ بموضوعنا لليوم، راح نتكلم طبعا زي ما قلت للمستمعين عن تأخر الحمل وأطفال الأنابيب، ونبدأ بالسؤال أول سؤال طبعا تعريف يعني مؤخر عن ما المقصود بتأخر الإنجاب، ومتى ينصح بزيارة الطبيب. طيب تأخر الحمل في نوعين منه، في أولي وفي ثانوي. تأخر الحمل الأولي يتشخص إذا كان في تأخر في الحمل لمدة سنة، يعني في خلال سنة كاملة ما حصل أي حمل. أوكي. هذا الأولي. هذا الأولي. أوكي. الثانوي إذا ما حصل حمل في خلال 6 شهور، لكن نفس الزوج والزوجة عندهم أطفال قبل كده أو حصل حمل قبل كده. يعني إذا ما كان حصل حمل قبل كده ما يعتبر تأخر، يعني خلال 6 شهور. ما يتسمى. أيوة. يعني لازم نستنى لحد مكمل سنة، لحد السنة. طب إيش اللي يعني الحين لما تزور الطبيب أو يعني زيروا الطبيب، الفحوصات الأساسية اللي يعني لازم يعني يعملونها أو تعملها الزوجة؟ طيب في عند زيارة الطبيب طبعا لازم نأخذ التاريخ المرضي، نأخذ تفاصيل عن السيدة، عن الزوج، تاريخ المرضي إذا كان فيه أي أدوية، مشاكل صحية، عمليات، أي أسباب قد تكون يعني هي سبب في تأخر الحمل. بعد أخذ التاريخ المرضي والفحص السريري بعد كده نعمل فحوصات، بعضها للمرأة وبعضها للزوج. طبعا بالنسبة للمرأة بنعمل أولا فحص للهرمونات عشان نتأكد أنه في تبويض بيحصل كل شهر أو لا، أو في خلل في التبويض. بنعمل كمان فحص لمخزون المبيض أو مدى كفاءة المبيض في التبويض عشان نعرف تقريبا نسبة النجاح في عملية أطفال الأنابيب. بعد كده بنعمل كمان أشعة بالصبغة عشان نشوف الرحم من جوا، نتأكد إنه ما في أي عيوب خلقية، ما في أي التصاقات، ما في لحميات، ما في أي سبب عائق للحمل. وكمان نشوف الأنابيب ونتأكد إنها سليمة ومفتوحة ما فيها أي انسداد. حلو. وبالنسبة للزوج طبعا بنعمل تحليل للسائل المنوي عشان نتأكد العدد كويس، الحركة ما فيها مشاكل، ما يكون فيه تشوهات زيادة.
وبعد كذا على طول بيلجأ الطبيب للأطفال الأنابيب كحل إذا في مشكلة يعني؟ لا طبعاً في تدرجات في العلاج على حسب التشخيص. طبعاً إذا كان بس مشكلة فقط في التبويض فممكن نبدأ بالوسائل اللي هي الأقل تكلفة أو أقل تعب يعني بالنسبة تعب ووقت يعني اللي هي طبعا تنشيط وكذا. لكن في بعض الحالات لا لازم نعمل أطفال أنابيب, يكون مثلا في مشكلة في شديدة في حالات المنوية أو بيكون في انسداد في الأنابيب أو قبل كذا أخذ التنشيط وما وصل حمل أو عملت قبل كده أي وسائل مساعدة زي الحقن الترقيح الصناعي وما حصل حمل. جميل. طيب في فاصل, حنطلع فاصل, فاصل قصير مستمعين. وقبل الفاصل نذكركم من جديد أنه راح يكون في سؤال للمستمعين اللي حابين يشاركون يربحون. عندنا 5 جوائز مقدمة من قسم المرأة في عيادتي, والسؤال هو هل الراحة التامة بعد إرجاع الأجنة بتزيد فرصة الحمل, نعم أو لا؟ الإجابة الصحيحة واسمك منطقتك على الاستيسي 8-5-10-40, موبايلي 66-3-1, وزين 70-13-13. فاصل وراجعين, خليكم على السماع. طبابة ألف, العيادة المسموعة. طيب مكملين معاكم حلقتنا لليوم مستمعينا, ويهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا الحلقة هذه برعاية مجمع عيادات عيادتي ماي كلينيك الموجودة في جدة, شارع الأمير سلطان المحمدية, والرقم الموحد مستمعينا 9-222-8-11. اليوم جالسين نتكلم عن تأخر الحمل وأطفال الأنابيب مع ضيفتنا الدكتورة شذى وقاص, استشارية نساء ولادة, تخصص عقم وأطفال أنابيب. وارجع أذكركم أنه في عندنا 5 جوائز مقدمة من قسم المرأة في عيادتي بالإجابة على السؤال, سؤال حلقة اليوم اللي هو هل الراحة التامة بعد إرجاع الأجنة بتزيد فرصة الحمل, نعم أو لا؟ الإجابة الصحيحة واسمك ومنطقتك على STC 8-15-40, موبايلي 66-3-1, وزين 70-13-13. طيب تكلمنا طبعا من بداية الحلقة عن تأخر الإنجاب ومتى ينصح بزيارة الطبيب وكمان الفحوصات الأساسية اللي يجب عملها ومتى يلجأ كمان لأطفال الأنابيب كحل للمشكلة. طبعا دكتورة شذى, بالنسبة لعملية أطفال الأنابيب يعني في عدة خطوات لها صحيح؟ أيوة. يعني اللي هو مثل إرجاع الأجنة والأشياء هذا, ممكن تفسرينها وكيف يعني ومتى بتكون يعني مثلا سحب البويضات وتنشيط المبايض؟ أيوة. طيب هي طبعا في خطوات لأطفال الأنابيب, إذا بدأنا نبدأ بالتنشيط للمبيض عشان نحصل على عدد كبير من البويضات. طيب بعد كده الخطوة الثانية إذا حصلنا على حجم المناسب من البويضات بنسحب, نقوم بسحب البويضات مع التخدير الموضعي أو التخدير العام. بعدها تقريبا ب3-5 أيام بيحصل إرجاع الأجنة. هذا بيكون بدون تخدير, يعني عملية بسيطة والمريضة ترجع بيتها في نفس اليوم. رابع شيء طبعا في بعض الإرشادات والعلاجات اللي لازم المريضة تتبعها عشان نزيد نسبة النجاح العملية. طيب إذا بدأنا بالتنشيط, طبعا في أنواع كثيرة للتنشيط, يفضل أنه الشهر قبل الشهر اللي هي تبى تعمل فيه أطفال أنابيب يصير تحضير للمبايض, يعني إما تاخد إبرة عشان تثبت التبويض والمبايض أو أنه تكون على حبوب منع الحمل الشهر اللي يسبق الشهر اللي فيه أطفال أنابيب. بعد كده بنبدأ بالتنشيط, طبعا هي عبارة عن إبر جرعات كبيرة عشان نحصل على أكبر قدر ممكن من عدد المبويضات عشان تزيد من نسبة نجاح العملية. طبعا في أنواع كثيرة بروتوكولات للتنشيط, في عادة بنستخدم نوعين من الأدوية مع بعض عن طريق إبر, وبكون في متابعة كل 2-3 أيام عن طريق الأشعة الألتراساوند وتحليل هرمونات عشان نشوف مدى استجابة المبايض. حلو.
طب في سن معين بالنسبة للزوجة يعني اللي حابة أو اللي بتلجأ لهذا العملية وأطفال الأنابيب؟ تقريبا السن مفتوح حسب الاحتياج، إلى سن 43 تقريبا، بعد كده بتقل كثير نسبة نجاح العملية، فأغلب الأطباء يعني عند 43 يوقفوا إلا إذا كان في حاجة ماسة، أو إنه مثلا عملنا فحوصات المبايض وحللنا مخزون المبايض وشفنا إنه ممكن يكون استجابة كويسة، هذه ممكن يعني في استثناءات. حلو. طيب اللي حاب يستفسر مستمعينا ويشاركنا وعنده أي سؤال حاب يسأل دكتورة شذا، يقدر يتصل على أرقامنا كمان على 012-61-61-100 أو 011-217-85-85. طيب بعد يعني بعد العملية دكتورة شذا، متى تعرف يعني المرأة نتيجة، يعني إذا يوجد حمل أو لا، أو في احتمال أنه ممكن يحدث حمل؟ طبعا بعد إرجاع الأجنة يعني المريضة بتكون بتاخد كورس علاجات تثبيت للحمل، فممكن الدورة الشهرية تتأخر عليها، فهذا ما حيكون العلامة إنه هي حامل. عادة إحنا بنطلب من السيدة تعمل تحليل حمل تقريبا أسبوعين بعد عملية الإرجاع عشان نعرف نتيجة في حمل ولا ما في حمل. طبعا إذا في حمل يفضل إنه تستمر على نفس الأدوية اللي هي المثبتة إلى أن تظهر يظهر الجنين بالألتراساوند الأسبوع السادس أو السابع. طيب خلينا نشوف سؤال كذا من مستمعين ونرجع نكمل طبعا حوارنا. في معانا تامر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. ممكن سؤال للدكتورة بس؟ إيه تفضل سؤالك. أنا عند المدام ربنا كرمنا بخمس أطفال، بس قيصري ممكن يكون فيه، ممكن ربنا يكرمها تاني يعني ولا؟ ما شاء الله. الله يخليهم لك يا أخ تامر. الله يخليك. بس هي الولادة كليتها قيصري يعني. أيوه هو بيسأل عن السيزيريون. طبعا ممكن بس يعتمد على العمليات السابقة، يعني هل في لصقات شديدة، هل في كان مثلا لما دخلوا العملية كانت عملية طارئة ولا عملية مرتبة يعني في يوم محدد، هل كان نفس الرحم كان في يعني العملية السابقة مفتوحة ولا لا، يعني يعتمد على أسباب كثيرة يعني. حلو. طيب بالنسبة يعني نرجع لموضوعنا، كنا جالسين نتكلم عن أطفال الأنابيب تحديدا، ودائما يعني أتعرفي دكتورة خاصة يعني المرأة لما بتلجأ لهذه العملية بتكون متخوفة من قبل لا تبدأ عن نسبة نجاحها وكيف نسبة نجاحها وهل ممكن يحدث حمل أو لا. وعلى حسب يعني شرحك حتى إنه في كثير خطوات وبروسيس، ففي النهاية إيش كيف بتكون نسبة النجاح أو تعتمد على إيش يعني؟ يعني الراحة تامة بعد العملية. لا لا مو قصدي أغششهم، أنا ترى الإجابة على السؤال بس جاء في بالي حقيقة السؤال هذا. طيب بنسبة النجاح بصفة عامة ممكن نقسمها حسب العمر. كل ما كان عمر السيدة أصغر كل ما كانت نسبة النجاح أفضل. أوكي هذا أول شيء العمر. العمر. أوكي. فطبعا إذا كان أقل من 35 سنة نسبة النجاح ممكن تكون 40-50%. إذا كان عمر 35-37 ممكن توصل 30%. إذا كان عمر 38-40 نسبة النجاح 22% تقريبا. إذا كان 41-42 سنة نسبة النجاح 11%. إذا كان أكثر من 42 ممكن تصل إلى 4%. بتقل كل ما زاد العمر. بس هو هذا السبب؟ طبعا من أهم الأسباب اللي مساعدة في عملية النجاح، أولا إنه ممكن يكون السيدة عندها قبل كده حمل سابق أو عملت أطفال أنابيب ونجحت أو عندها أطفال سابق من قبل، هذه كلها تساعد في إنجاح العملية. ثاني شيء زي ما قلنا العمر. ثالث حاجة مخزون المبايض، يعني إذا كانت التحليل الهرمونات كويس ما بدأت المبايض تضعف أو هرمونات حقتها
بدأت تلخبط، فهذا برضو بيزيد بالنسبة نجاح العملية. إيش اللي ممكن يلخبط الهرمونات دكتورة شدة؟ يعني برضو تقدم العمر أو تقدم العمر، التدخين، زيادة الوزن، وبرضو في أسباب وراثية وجينية، وفي ممكن أحيانا يكون في أجسام مضادة. هذه أسباب كلها ممكن تؤدي إلى التأخر في عمل المبايض، حتى في سن صغير. حتى في سن صغير يعني لما عملنا هرمونات لواحدة مثلا عمرها 35 سنة، يعني تبين أنك إنها واحدة في الخمسينات أو واحدة قاربت على انقطاع الدورة بسبب اللخبطة هذه. أيوة. كيف الواحدة تعرف إنه عندها لخبطة في، يعني بس مجرد لما لخبطة في الدورة الشهرية؟ يعني هذا يعني أكثر شيء بارز، أكثر شيء واضح هو في لخبطة في الدورة الشهرية. أحيانا نكون لسه ما بدأت تلخبط الدورة، عملنا التحليل ولقينا برضو في قصور. يعني متى تفكر تروح تعمل تحليل؟ يعني إذا هي لسه تحت 35 سنة يمكن ما يجي في بالها تروح تعمل تحليل. أيوة. في سن معين تصحين إنه ممكن تكون تحت 35 سنة، بس يعني هي لجأت للفحوصات وأشياء عشان تعرف إيش سبب تأخر الحمل، فمن ضمنها بيكون هذا التحليل. طيب خلينا نرجع أذكركم سؤال اليوم مستمعينا، واللي حاب طبعا يربح الجوائز مقدمة من قسم المرأة في عيادة 5 جوائز. سؤال كالتالي اللي هو: هل الراحة التامة بعد إرجاع الأجنة بتزيد فرص الحمل، نعم أو لا؟ الإجابة الصحيحة اسمك ومنطقتك على STC 85 1040، موبايلي 66 3 0 1، وزين 70 13 13. تقدر طبعا تتواصل معانا اللي حاب يستفسر ويسأل أي سؤال بخصوص موضوعنا لليوم على 012-61-61-100 011-217-85-85 فاصل وراجعين. طبابة ألف، العيادة المسموعة. يلا مكملين معاكم حلقتنا لليوم برعاية عيادتي، مجمع عيادات عيادتي ماي كلينيك يا جماعة الخير، موجود في جدة المحمدية، شارع الأمير سلطان، الرقم الموحد 9-2-22-8-11. خلينا ناخذ اتصال، لأن في أبو طلال يعطيه العافية من أول منتظر على الخط. أبو طلال لسه معانا؟ أيها. يا هلا وسهلا فيك، معليش أسفين يعني انتظرتنا كثير. لا اتفضل سؤالك. أنا سؤالي بخصوص، عندي واحد زوجتي يعاني من سرطان في الرحم. ممكن ترفع صوتك بس أخوي، صوتك واطي. أقول واحد من زملائي زوجتي تعاني من سرطان في الرحم. يا لطيف. أيوه. ودحين يعني مضطرين لازم يشيلوا الرحم، وهي خايفة على أساس إنها تسأل الأولاد وزي كذا، فهل لها حل آخر للولادة أو شيء زي كذا؟ يعني هو مش موضوعنا ابدا، بس ما اعرف اذا حتخصص الدكتوره في هذا المجال دكتوره شدة. والله ننصحها يعني اذا دكتورها قال هو هذا العلاج يعني لازم تعمله، نصحتها اهم من انجاب الاطفال. طيب خلينا نرجع بس نذكر مره ثانيه بسؤال اليوم. اجابات قاعد تقول نعم نعم نعم، كثير بيرسلون الإجابة على السؤال إنه نعم. طيب السؤال هو: هل الراحة التامة بعد إرجاع الأجنة بتزيد فرصة الحمل، نعم أو لا؟ لا أو نعم. على STC 85 1040، موبايلي 66 3 0 1، وزين 70 13 13. طيب كنا جالسين نتكلم كذا في الفاصل دكتورة شدة، وكان في كم نقطة مهمة يعني حضرتك قلتي تبغين ترجعين لها مرة ثانية بخصوص يعني الكلام اللي كنا نتكلمه كمان قبل الفاصل عن عمليات أطفال أنابيب وأنواعها والخطوات اللي بتتم. تفضل. أيوة، بالنسبة للخطوات طبعا تكلمنا عن الترشيط ومتابعة الترشيط. بعد كده يعني إذا حصلنا على عدد مناسب من البويضات حجمها بين 17-18 مليمتر، وكانت الهرمونات ماشية مع الألتراساوند، نتيجة الألتراساوند، فخلاص نحدد للمريضة موعد عشان سحب البويضات. طبعا تأخذ الإبرة التحضيرية والتحفيزية، وبعدها بتقريبا 36 ساعة يتم سحب البويضات.
في غرفة العمليات، في نفس الوقت البويضات ياخدوها في المختبر ويبدأوا في معالجتها، وفي نفس الوقت طبعا الزوج يعطينا عينة. ممكن نعمل أطفال نبيب العادية اللي هي فقط إن البويضات يعني البويضات والحيوانات المنوية تكون في نفس الصحن، ويصير التلقيح بطريقة اعتيادية في المختبر. إذا كان في نقص في عدد الحيوانات المنوية أو في حركتها أو في تشوهات زيادة، ينصح بعمل الحقن المجهري. يعني الدكتور المختص في علم الأجنة يفحص الحيوانات المنوية ويختار الأنسب أو الأفضل لحقن البويضة، يعني يأخذ كل بويضة ويحقنها بحيوان منوي عشان يصير التلقيح. طبعاً سواء أطفال نبيب عادية أو الحقن المجهري، نشوف النتيجة إنه حصل فيه إخصاب أو لا ثاني يوم، وبعدها نشوف نتابع نمو الأجنة في خلال الثلاثة الأيام اللي تليها. إذا كان في عندنا عدد كافي أنواع كانت الأجنة جيدة فنرجعها في اليوم الثالث. إذا كان في عدد كبير ممكن نخلي الأجنة لحد اليوم الخامس عشان تدي نسبة نجاح أكثر. حلو، يعطيك العافية دكتور شادة، شكرا. خلينا نأخذ اتصال نرجع. في معانا بلال. ألو. ألو. هلا وسهلا. عليكم السلام، تفضل. أنا أتكلم دكتور لو سمحتي. تفضل أنت على الهواء. تفضل. دكتور يعطيك العافية. سؤالي الآن، إذا عدم توفر حيوانات منوية لدى الرجل، إيش إمكانية عمل طفل أنابيب أو إنجاب؟ أوكي. شكرا لك أخوي. طيب، إذا كان ما في أطفال ما في حيوانات منوية في العينة اللي أعطانا هي، طبعا نحوله لأمراض ذكورة بحيث يعمل ياخذوا عينة من الخصيتين ويحللوها في المختبر، يتأكدوا في حيوانات منوية ولا ما في. إذا وجدوا حيوانات منوية فطبعا ممكن نعمل عملية أطفال الأنابيب بالطريقة المعتادة بدون أي مشاكل. المشكلة إذا كان حتى في العينات اللي أخذوها ما في حيوانات منوية، هذا طبعا فيه مشكلة. طيب، إيش في عوامل مساعدة على نجاح العملية وحدوث يعني حصول حمل؟ طيب، زي ما قلنا طبعا العمر، مخزون المبايض، إذا كان في قبل كده حمل سابق أو لا، طبعا التزام المريضة بالمثبتات، بالنسبة للراحة أو راحة تامة أو الحركة أو العودة للشغل، طبعا هذا عادي. يعني ممكن واحدة تعمل عملية أطفال نبيب وترجع أجنة وبعد كده تزاول نشاطها اليومي، تروح شغلها بدون ما يأثر على نسبة الحمل. طبعاً العوامل اللي بتقلل برضو يعني عكسها أكيد، اللي هي عكسها وفي أشياء تانية، في أشياء ثانية غيرها. أيوة. اللي تقلل زي ما قلنا، كل ما تقدم العمر كل ما قل مخزون المبايض، إذا ما كان في أي حمل سابق، إذا كان في محاولات قبل كده أطفال نبيب متعددة ومتكررة وما حصل حمل معها، إذا كانت السيدة تدخن هذه تقلل من نسبة استجابة المبايض للتبويض، استجابة للحمل كمان. إذا كان في سمنة أو سمنة مفرطة هذا برضو بيقلل من نسبة الحمل. إذا كان في تجمع سوائل في الأنابيب برضو بيقلل من نسبة الحمل. طيب، اللي حاب يتواصل معنا مستمعينا ويسأل أي سؤال بخصوص طبعا تأخر الحمل، تأخر الإنجاب، أطفال الأنابيب، معنا طبعا ضيفتنا لليوم الدكتورة شذا وقاص، استشارية نساء ولادة وتخصص عقم تحديدا أطفال أنابيب. 011-61-61-100 011-217-85-85. كم مرة يعني عادة ممكن تصير العملية؟ يعني واحدة عملت العملية مرة وأنجبت، ممكن أنها تعملها مرة ثانية في كل ما يعني حبت أنها تحمل؟ طبعا إذا حصل في قبل كده حمل، يعتمد إذا في عندها أجنة مجمدة في السابق أو لا. إذا في أجنة مجمدة في السابق تكون عملية طبعا أسهل،
بتاخذ بعض الادويه التحضيريه لبطانه الرحم، وبعد كده بنرجع الاجنه المجمده. اذا ما كان في اي جنين مجمد فتعيد العمليه من اول وجديد، تنشيط المبايض وسحب البويضات كله. اتفضلي، حابه تضيفي شيء؟ يعني ما في عدد معين ممكن نقول له انه هو هذا خلاص توقف عنده، طالما هي حابه تنجب اكثر وفي نسبه نجاح وقبل كده حصل حمل، فما نمنع انه تتكرر العمليه. جميل. طيب حنبدا نستقبل مجموعه من الاتصالات طبعا وأسئلة المستمعين، كل اللي حاب يستفسر ويسأل أي سؤال بخصوص موضوعنا لليوم، تأخر الحمل وأطفال الأنابيب. يلا ناخذ الاتصال، نقول ألو. في معانا أبو عبد الله، هلا وسهلا، تفضل أخوي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أكلم الدكتورة؟ تفضل. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. دكتورة أنا حبيت أسأل، أنا عندي المدام حبلت أربع مرات أوكي وسقطت. أوكي. طيب مرة يقول لك طبيعي ما فيها أي مشكلة في لا في الرحم لا في فما أدري في لها علاج في لها شيء سبب إنها بتسقط يعني؟ إيه يعني بتسقط يعني أربع بتسقطت في الشهر الرابع الشهر الخامس. طيب أخوي شكرا. شكرا. طيب بالنسبة للإسلابات المتكررة طبعا يكون في أسباب عديدة لها، فهي لازم تخضع لفحوصات معينة وأشعات عشان نعرف السبب في الأول، وبعد كده لو عرفنا السبب هنعالجه. من ضمن الفحوصات لازم نعرف هل في تخثر زيادة في الدم، هل في أجسام مضادة، في عندنا مرض اسمه أنتي فوسفوليبيد أنتي بادي سيندروم، هذا يكون في أجسام مضادة في الجسم يؤدي إلى إسلابات متكررة. فلازم نتأكد أنه ما في هذا المرض، نتأكد أنه الرحم ما في أي تشوهات أو عيوب خلقية، ما في حاجز، ما في ألياف. بعد كده نتأكد أنه ما في عندها سكر، ما في أجسام مضادة ضد الغدة الدرقية. كل هذه الفحوصات لازم، فحوصات طبعا. وإذا كل الفحوصات هذه طلعت سليمة بعد كده ممكن نعمل تحليل كروموزومات للزوجة والزوج، لأنه قد تكون برضو مسبب في الإسلاب المتكرر. الزوج الزوج والزوجة. جميل. نأخذ أم محمد معانا اتصال، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. مساء خير دكتورة. مساء النور. عندي تكيس، إيش العلاج؟ تكيس ايش علاجه؟ ايه حابة تحملي؟ ايوه. طيب مشكلة التكيسات يعني تعتبر بسيطة، اهم شيء الحفاظ على الوزن المثالي، هذا رقم واحد، سواء بالحمية او بالرياضة او هذه الاول ادوية مساعدة. بعد كده يعني نبدأ بيها بالتنشيط، العلاج نبدأ بالتنشيط، سواء حبوب أو إبر. نحاول ممكن 3 إلى 6 مرات، إذا حصل حمل أوكي، ما حصل حمل نروح للستيب اللي بعده اللي هو التلقيح الصناعي، برضو ممكن نحاول ما بين 3 إلى 6 محاولات، إذا ما حصل بعد كده بنلجأ لأطفال الأنابيب. جميل. طب حنطلع فاصل آخر فواصلنا مستمعينا وحنرجع، فخليكم على السماع. طبابة ألف، العيادة المسموعة. طيب مكملين معاكم مستمعينا وحنرجع نستقبل الاتصالات، في معنا كم اتصال على الخط. في معنا حامد. ألو اتصال حامد. طيب اتصال اللي بعده في ياسر. ألو. طيب ناخذ كمان اتصال، يلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، معانا معك ياسر. هلا ياسر، من اول اقول ياسر. ياسر هلا سهلا، تفضل. اقول لك يا اختي انا عندي ضعف في الحيوانات المنويه ومشوهه، سويت مره طفل انابيب ما نفع، فما ادري ايش المشكله، تيجي مشوهه وتيجي ضعيفه مره. طب ايش كان السبب؟ هل في سبب يعني؟ هل في دوالي في الخصيه؟ هل في ما في دوالي ولا شيء، بس انا كل ما اسال الدكتور اقول ايش السبب
ما يعطيني، يعطيني العلاجات وتعبت من العلاجات. انا عندي القلب وعندي السكر. طب حضرتك تدخن؟ لا كنت ادخن وتركت التدخين. طيب هو التدخين يأثر؟ انا كنت ادخن اول وتركته خلاص الحمد لله. بعد أزمة القلب تركته. ايوه. ما ادري كل مثل دخلوا ايش المشكلة يقول لي خذ علاجات، اعطوني علاجات كثير، راجعت مستشفيات كثيرة فما اعطوني حل. طبعا هو يعني ما نتوقع نسبة نجاح الأطفال بمية في المية من أول محاولة، لكن في حالتك يعني مفروض أنك ترجع تأخذ العلاجات الثانية عشان يعني تحسن السائل المنوي عندك، وفي نفس الوقت لو تحسن زوجتك تعمل أطفال بمحاولة أخرى. كل ما زادت عدد المحاولات كل ما زادت نسبة فرص الحمل. طيب نأخذ أبو عبد الرحمن. مرحبا. هلا وسهلا، تفضل اخوي سؤالك. حييكم جميعا، وبسرعه كذا اقول لكم ان عندي زوجتي حملت مرتين الحمد لله جابت بنتين، وقبل حوالي الكلام هذا قبل حوالي 14 سنه. خلال 14 سنه هذه حاولنا نسوي حمل، واخر شيء حاولنا قبل يعني حاولنا جميع المحاولات، واخرها كانت محاوله في قبل حوالي 6 سنين اطفال انابيب سويناها 3 مرات ولا نجحت. سؤالي الحين، هي عمرها الحين 37، هل ممكن نحاول من جديد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل في مضاعفات في المستقبل عليها؟ شكرا لكم. شكرا لك. طيب بالنسبة لعمرها 37 ممتاز، يعني هذه عندها فرصة جيدة أنها تحمل تاني، وقبل كده حملت مرتين، فيعني أنا أنصح يعني إذا لسه عندكم رغبة في حمل كل ما كان بدري كل ما كان أحسن عشان نتاج يكون أفضل. بالنسبة هل في خطورة ولا لا، يعني أغلب الدراسات يعني على المدى الطويل ما أثبتت أنه في أي مشاكل على المدى البعيد من أورام أو سرطانات أو تغيرات لا في الثدي في الرحم في مبايض، فإن شاء الله ما في مشكلة. وهي بعد عملت يعني 3 محاولات ما تعتبر يعني محاولات كثيرة. طيب نأخذ كمان أم محمد. ألو اتصال. عندي سؤال ثاني يا دكتورة. عندي أخت ما تبيها الدورة عمرها 23 وقال عندها عيب خلقي، إيش العلاج؟ مره أيوة. برا موضوعنا كمان بس هذا ايوه مره موضوعنا يعني هذا بيكون في عيب خلقي، الرحم ما بيكون متكون، بيكون في مبايض لكن ما في رحم، فبالتالي ما بيكون في دوره شهريه. في بعض الاسباب يعني معروفه، لكن هي بالنسبه للعلاج تبع علاج لايش؟ للحمل. اعتقد يعني فرصه انه يصير عندها حمل يعني شويه بعيده لانه ما في رحم. طيب ناخذ كمان اخر اتصال لسه في شويه وقت. نقول الو اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الله من الرياض. تفضل اخوي سؤالك. سؤالي الله يبارك فيك، بالنسبه للورم الليفي اللي يتكون عند المراه، ايش سببه؟ يعني ايش ليش يجي للمراه وكيف يكبر؟ انا الان زوجتي عندها الورم كان 2-3 بعدين صار 3-4 الان صار 6-5. والسؤال الثاني، احنا ناويين ان شاء الله نسوي عملية اطفال انابيب، احنا سوينا 5 عمليات وما نجحت، ناويين نسوي العملية السادسة، بس السؤال هل الوجود الورم الليفي بيأثر على نجاح العملية اطفال انابيب، وهل انه تنصح انه نشيله قبل ما نسوي العملية او انه عن طريق المنظار طبعا، او انه نخليه بعد ما تولد بالسلامة ان شاء الله نشيله؟ يا ريت تجاوبوا لي على الاسئلة كلها الله يحفظك. اكيد خليك معنا على السمع. أسباب الورم الليفي ما في سبب معين، لكن أي واحدة في سن الإنجاب وسن الخصوبة ممكن يحصل لها ورم ليفي، وفي في بعض الأجناس عندهم قابلية أكثر لحدوث الأورام الليفية. من مسبباتها طبعا هرمونات، يعني ممكن يكون الهرمونات اللي هي الهرمونات السيدة نفسها، أو أنه تنشيط الأدوية المنشطة. طبعا انه هو كبر دحين صار 5-6، انا اعتقد يعني يعتمد فين موقعه بالضبط، يعني هل هو بس في جدار الرحم او داخل على بطانة الرحم. اذا داخل على بطانة الرحم ممكن يأثر على نسبة النجاح، وانه الجنين يثبت في بطانة الرحم،
فالأفضل إنه يتشعل. لكن إذا كان خارجي ما بيأثر على بطانة الرحم فممكن نسيبه لحد ما يحصل إنجاب. بعدين يتشال. بعدين ممكن يتشال. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك على الحلقة هذه، ونشكر كمان كل اللي تواصلوا معنا. إن شاء الله أنها كانت حلقة ممتعة ومفيدة على الكل، وبإذن الله كمان بتكون في اليوتيوب دائما حلقات برنامج طبابة ألف. أي حلقة تفوتكم حابين تسمعونها، حابين تسمعون سؤالكم، ترجعون تسمعون الإجابة مرة ثانية، تلقونها على اليوتيوب بعنوان الحلقة طبابة ألف 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 أف أم. يعطيك العافية، شكرا لك دكتور مرة ثانية. شكرا لكم. طبعا قبل أن نختم حلقتنا مستمعين، نذكركم بأن هذه الحلقة كانت برعاية مجمع عيادات عيادتي، وطبعا ماي كلينيك موجودة في جدة المحمدية شارع الأمير سلطان 9 222 8 11. ودائما طبعا يعطيهم العافية، بيقدمون جائزة اللي هي 5 جوائز مقدمة من قسم المرأة في عيادتي. نشكر كل المستمعين مرة ثانية، كل اللي تواصلوا معانا يعطيكم العافية. كذا أقول لكم فمان الله.